مهندس خالد مرتجي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اولا برحب بيك ومبسوط انك معايا النهارده في برنامج الاهلي في كل مكان. اشكرك يا احمد، شكرا جدا، و يعني بمشي على الساده مشاهدينك الكرام وعلى كل محبي وعشاق النادي الاهلي. طيب، ورشه العمل اللي حضرتك حضرتها ويمكن عملت برزنتيشن مميز جدا في هذه الورشه، وكان حاضر رابطه الانديه المحترفه الحاج محمود الشامي وايضا اعضاء من اتحاد الكره الانديه المتواجده في بطوله الدوري الممتاز. كلمت كلام مهم وشرحت الطريقه اللي الاهلي بياخدها في هذا الملف والسيستم المتعلق بحضور الجماهير وبطاقه جمهور الاهلي وتذاكر المباريات. دعني في الاول ان انا لازم اشكر اتحاد الكوره، والحقيقه اخص الشكر للحاج محمود الشامي رئيس رابطه الانديه، لان هو الحقيقه، وطبعا الدكتور مصطفى عزام، لان هم الحقيقه عاملين شغل كويس قوي. نتمنى ان كل اللي اتمناه زي ما انا قلت في ورشه العمل، ان يفعل دور رابطه الانديه، وان ما تبقاش بس اسم فقط، لابد انها تكون ليها صلاحيات وليها مسؤوليات زيها زي العالم كله، وان ما يبقاش في اي، يعني طبعا احنا بنقول ان اتحاد الكوره هو الاب الشرعي لكره القدم في مصر، لكن رابطه الانديه المحترفه لابد ان هي يبقى ليها دور في كل ما يخص الدوري العام وكل ما يخص المسابقات الخاصه بالدرجه الاولى، او يعني الاولى الممتاز اللي هي الانديه المحترفه. فان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور، ويكون ليهم دور كبير يثمر في كره القدم المصريه. طبعا احنا يمكن احنا بقالنا فتره، ويمكن من ساعه ما انتخبنا مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، كان همنا وشغلنا الشاغل كيف نعيد الجمهور. احنا عايزين نعيد الجمهور بطريقه ان في الاول لابد من احنا نحافظ على سلامه الجمهور اللي داخل، نحافظ على سلامة المنشأة، ولابد ان يكون في قانون رادع في حالة الخروج عن النص. ولذلك احنا عملنا اكتر من اجتماع، والشركة اللي كان متعاقد معاها مجلس المهندس محمود طاهر، يمكن احنا قعدنا معاهم وعملنا يمكن حوالي 10 اجتماعات، وعملنا زي ما تقول بعض زيادة في المواصفات، بحيث ان احنا نأمن أكتر دخول الجماهير، نأمن أكتر سلامة المنشأة، وفي نفس الوقت يكون في كاميرات تقدر تطلع أي حد يخرج عن النص. إحنا طبعًا عملنا بطاقة اسمها بطاقة أهلاوي، وإن كل التذاكر هتبقى أونلاين، وكل واحد هيقدر يخش المباراة لابد إن يكون عنده كارت أهلاوي، لأن كارت أهلاوي ده هو ده يعني تصريح الدخول مش بس لمباريات كرة القدم، لأي حاجة بينظمها النادي الأهلي، سواء مباريات في الصالة المغطاة، سواء تمرين، سواء حفلة، سواء كل حاجة لابد يكون من خلال كارت أهلاوي. كارت أهلاوي ده هيكون عليه كل البيانات بتاعة كل الناس، وهيكون النهاردة أحمد لما بتروح تقدم في شركه بيطلب منك ايه، او من ضمن الحاجات اللي هو الفيش والتشبيه، لان احنا مش عايزين اي حد غير مرغوب فيه، ومش عايزين اي حد ممكن يكون يستخدم الحدث بتاع مباراه كره القدم ان هو يخرج عن النص ويقدر يبوظ الصوره اللي النادي الاهلي متعود من جمهوره ان هو جمهور زي ما بنقول جمهوره ده حماه، بيمثل وبيحمل اسم النادي الاهلي، وما ينفعش اسم النادي الاهلي يعمل حاجه غلط. وعلشان كده احنا زي ما قلت هيبقى فيه يطرح كارت اهلاوي ده، وان شاء الله باذن الله يكون ده بدايه رجوع الجماهير. وانا من خلال منبرك احمد بقول ان الماتش اللي جاي ده باذن الله لابد من وعي الجمهور، الجمهور لابد ان هو يجي يركز، النادي الاهلي محتاج جمهوره، مش عايزين يبقى فيه اي مشكله علشان ما نرجعش تاني من اول السطر، وعايزين ناخد من ماتش منانا يكون زي ما تقول درس. احنا النهارده بنحاول، واللي انا عايز اقوله من اكبر حد في الدوله لاصغر حد، عايزين الجمهور يرجع. يمكن احنا مع الكابتن محمود الخطيب اما رحنا قابلنا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، اول حاجه قالها ان هو عنده توجيهات من سيادة الرئيس ان لابد من عودة الجماهير،
لكن لابد عشان ترجع الجمهور لازم يبقى في اصول لعوده الجماهير، لازم يبقى في نظام، ولازم يبقى في حرص كمان من الجمهور ان هو يعود. والنادي الاهلي باذن الله دايما نقول الجمهور النادي الاهلي دايما هو الترمومتر بتاع كره القدم، ولذلك جمهور النادي الاهلي ده لابد يبقى قدوه عشان باذن الله فريقه محتاجه، زي ما قال الكابتن خطيب وزي ما كل الناس بتقول، او يمكن رموزنا كانوا قالوا ان النادي الاهلي ملك جمهوره، فلابد جمهوره يبقى على مستوى قيمه النادي الاهلي بكل ما يخص النادي الاهلي وتشجيعه المثالي، بحيث في الاخر ان شاء الله باذن الله عوده الجماهير تبقى قريبا، وده اللي احنا بنامل فيه عشان المنافسات والاستمرار في المنافسات. وزي ما قلنا سلاح النادي الاهلي هو جمهوره، وباذن الله تعالى تكون حاجه مظبوطه وان شاء الله تعود الجماهير يمكن في الدوري ويبقى كل حاجه ماشيه بالاصول، وان شاء الله باذن الله يبقى كل خير. طيب باشمهندس خالد، في هذا الملف يمكن من خلال ورشه العمل وتجربه النادي الاهلي الرائده في هذا الموضوع، اتحاد الكره سيستعين بتجربه النادي الاهلي في هذا الملف من خلال برضو الجماهير الانديه الاخرى اللي هتحضر. يعني حضرتك عرضت في ورشه العمل تجربه الاهلي بشكل كامل، لكن رابطه الانديه المحترفه هتستعين بتجربه الاهلي، ولا كل نادي هيكون له تجربه مختلفه بس الاهلي في مبارياته بان هو بينظم ماتشاته في الدوري العام هتكون له تجربه فريده في هذا الموضوع؟ بص، احنا يمكن احنا اللي قلناه، وانا كنت قلت كلام للحاج محمود الشامي، اتحاد الكوره او رابطه الانديه عامله حاجه زي الاي دي، الفان اي دي. الفان اي دي زي في كاس العالم، ما شفنا في كاس العالم. انا يمكن انا تحفظي الوحيد على الفان اي دي ان الفان اي دي بتتعمل دايما في المسابقه، يعني في الكومبيتيشن او تورنمنت او يعني مسابقه معينه، كاس عالم، مسابقه مجمعه، كاس افريقيا، مسابقه مجمعه. ليه بقى؟ انها لنا كبيره اولا، يعني كمساحه كبيره الفان اي دي. لكن انا اللي كنت عايزه يبقى الكارت يتحط زي الكريدت كارد كده، يبقى يتحط زي كارت الائتمان، يتحط في المحفظه، يبقى معاك على طول، وده من خلاله تقدر تعمل اي حاجه اونلاين. يبقى فاهم انا قصدي ايه؟ يبقى انت معروف مين فلان الفلاني. وفي نفس الوقت خلي بالك من ضمن الحاجات اللي هتبقى شركه الامن الاهلي متعاقد بيها، هيبقى معاها زي تابلت كده بحيث ان اي حد بيخش بيقدر يتعرف السكرين بتاعه حتى بوشه، يعني فيها الـ تقدر تشوف مين بالظبط، بحيث ان احنا ما ينفعش اولا الكارت ده يتزور، في نفس الوقت ما ينفعش حد ياخد تذكره، يعني اللي اشترى التذكره بالكارت ده هو بس اللي هيخش، لان ما ينفعش حد تاني. زي ما قلت لك هيبقى فيه فيس ريكوجنيشن او انك انت تقدر تعرف الشخص اللي دخل. حتى من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ان حتى لما يبقى في جمهور في يعني جمهور الضيف، احنا هنخصص برضو اونلاين مجموعه من التذاكر بسيريال نمبر معينه هتتوزع او هياخدها النادي الضيف، وهو اللي هيبقى مسؤول وهيبقى مكان محدد ليه، وهيبقى مسؤول عن الناس اللي داخله، بحيث ان هو يبقى عارف مين داخل برضه، عشان ان كيس لا قدر الله لو حصل اي نوع من الشغب او خروج عن النص نقدر نجيبهم. لكن انا طبعا شايف ان لابد ان كل نادي هو مسؤول عن المباراه اللي بينظمها، ولذلك كل نادي لابد ان هو يبقى له السيستم بتاعه. لكن ما يمنعش ان لا باس ان اللي عامله اتحاد الكوره حاجه محترمه جدا، وهي مش اكتر ولا اقل من النادي الاهلي عامله، لان نفس السيستم اللي عرضه الدكتور مصطفى عزام هو نفس السيستم بتاع كارت اهلاوي، لكن هو عامله على فان اي دي واحنا عاملينه على كارت، لكن هو نفس السيستم. ونتمنى لو الناس تحب تطبق السيستم بتاعنا، طبعا احنا النادي الاهلي يبقى يحب ان هو يبقى يساعد في هذا الموضوع، يساعد الناس. وفي نفس الوقت لو الناس عايزه تخش مع، يعني هو ما بيجبركش انك انت تشتغل معاه، لكن هو بيديلك سيستم تقدر تستفيد استرشادي من خلال اتحاد الكوره. بالظبط كده، بالظبط. باشمهندس انا بشكرك بجد، شكرا جزيلا، مداخله قيمه ومهمه جدا للجمهور كمان عشان يشوف ما هو قادم، سواء لمشوار الاهلي في الدوري وافريقيا وحتى للانديه الاخرى في المسابقات القادمه. شكرا جزيلا مهندس خالد مرتجي.